في المرمى مساء جديد للرياضة، أهلا بكم. الفيصل يتوج الهلال باللقب الخامس والأزرق يسيطر على الأرقام القياسية. الفيحة يودع، الاتحاد يتنفس، والسهلاوي ينقذ القاسم، ومقاتلو ضمك ينتزعونها. أقوى 17 منعطف في موسم 2020، لا شيء ينافس كورونا. والأرجنتيني بيتي في أول حديث، أنا جاهز بدنيا وذهنيا وسأكون أفضل لاعب. أهلا بكم من جديد في ليلة من ليالي الهلال المعتادة. ختم الموسم بتتويجه على عرشه بطلا للدوري السعودي بعد 8 مباريات أقيمت اليوم في نفس التوقيت. الهلال المتوج فاز على الشباب، والنصر الوصيف تغلب على الاتفاق، والأهلي تجاوز الرعد، والحزم خسر أمام الوحدة. التعاون في الدقائق الأخيرة انتصر على الفيحة وأرسله إلى الدرجة الأولى. أما الاتحاد فاطمأن على موقعه بين الكبار في ميدان العدالة، وضمك هزم الفتح. الفيصلي انتصر أمام أبها. إذن الهلال بحضور بغياب جماهيره وبحضور رجاله الكبار، الأمير نواف بن محمد، الأمير نواف بن سعد، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ورئيسه الذهبي الجديد فهد بن نافل، توج بطلا لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمرة الأولى بهذا المسمى وللمرة الخامسة في تاريخ دوري المحترفين. عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة يعطي كأس الدوري السعودي للمحترفين لمحمد الشلهوب، القائد التاريخي، أكثر من توج بالألقاب في تاريخ الكرة السعودية، يحتفل بالبطولة الجديدة للهلال، يتشارك رفعها مع سلمان الفرج قائد الهلال الثاني. جماهير الهلال في هذا العالم. الهلاليون تقدمهم فهد بن نافل رئيس النادي للحصول على الهدايا التذكارية قبل ذلك. ورغم كل هذه الفرحة، إلا أن احتفالات الزرق كانت تتويجا لأفضليته الكبيرة، فهو اللقب 16 له في تاريخ الدوري، الخامس في دوري المحترفين، أكثر من توج بلقب المسابقة، صاحب أعلى رصيد نقطي في تاريخ دوري المحترفين، أكثر من سجل في تاريخه. الفريق الذي توج باللقب لم يكن الأفضل في هذا الموسم فقط، بل هو حامل أكثر الأرقام ومحطمها. الكأس التي فاز بها الهلاليون تحمل اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ركضت الزرق 13 شهرا ليتوجوا بها ونجحوا في ذلك، ليضعوا الكأس هذه إلى جانب كأس أخرى هي كأس دوري أبطال آسيا في موسم تاريخي أزرق. الهلاليون احتفلوا مع رؤساء النادي السابقين الذين توجوا بألقاب عديدة، وساهموا في صناعة تاريخ الأزرق الذي يرتدي الذهب حلة ثابتة له كل موسم. قبل كل ذلك، في آخر مبارياته بالمسابقة، الهلال في ملعب الجامعة للمرة الأخيرة يمر من الممر الشرفي الشبابي، ولأنها ساعة وداع حي الهلاليون شباك محيط الرعب بهدف سجله غوميز في الدقيقة 20 من عمر اللقاء. في الثاني، عزيمة الشبابيين كبيرة للتعادل، الهداف ديوب يتحول للصناعة، وغوانكا يسجل هدف التعادل الشبابي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. لم يعتد أزرق الرياض أن يسمح لأحد بأن يعكر صفو احتفالاته. غوميز يعود من جديد ليسجل الهدف الثاني له وللهلال في اللقاء عند الدقيقة 69. يا
ولأنه الأزرق الكبير ينجح في تحقيق الفوز الثامن في مبارياته العشر الأخيرة وينهي موسمه فائزا كما كانت تتمنى جماهيره التي تتمنى لو كانت حاضرة. محمد القناص، العربي. احتفالات الهلالي التي سنواكبها مع حضراتكم. بخلاف فوزه الليلة وتتويجه، فإن الهلال أيضا حطم الكثير من الأرقام القياسية التي سنتحدث عنها بالتفصيل في يوم آخر، ولكن اليوم هو يوم التتويج لهذا الفريق الاستثنائي هذا العام. من الرياض تركي العواد، من جدة أسامة هوساوي يلتحقان بنا الآن للحديث عن تتويج البطل بلقبه هذا المساء. تركي مساء الخير، أسامة مساء الخير، أهلا بكم. خلونا نبدأ من التتويج لأنه أعتقد لا أهمية توازي التتويج حتى المباراة. كيف رأيت التتويج تركي؟ نجح المنظمون في التغلب على الغياب الجماهيري بمثلا تركيز الأضواء على المنصة فقط ومحاولة استدراك غيابهم القسري؟ طبعا يعني أمس كنا ممكن متشائمين شوي، لكن اليوم كان النقل التلفزيوني رائع، كان الستيج شكلها جميل، كانت يعني الإضاءة رائعة والموسيقى رائعة، وشكل الكاس صراحة يعني يخطف الأنظار. فكانت أنا أقارنها بتتويج ليفربول وبايرن ميونخ، وجدت أنه تقريبا نفس الأشياء، الألعاب النارية والموسيقى واللعب نعم. في الإنارة غيرها ما تقدر تسوي شيء كثير، لذلك للأمانة نجحوا سواء الاتحاد السعودي أو وزارة الرياضة، يعني نجاح جميل مقارنة بالأوضاع الاستثنائية اللي احنا مرينا فيها. كان مشرف بالنسبة لي أنا تابعه، أعتقد أنه نقل صورة رائعة عن الكرة السعودية وعن تتويج جميل. بطل أطول موسم بكل تأكيد في تاريخ الكرة السعودية. جميل. أسامة، عجبك التتويج؟ نجح المنظمون في التغلب على غياب الجماهير ببعض الحركات الإضاءة والألعاب النارية؟ أكيد، مبروك للهلال أول حصول على هذه البطولة، على دوري الأمير محمد بن سلمان. يعني الأد مضطرين المنظمين ما قصروا، وأكيد يعني إحنا كرياضيين يمكن خاصة عندنا كده هم استفادوا من مثلا الدوري الإنجليزي أو الشامبيونز ليج وتأقلمنا على هذا الوضع، يمكن مجهزين كنا وجميعا أنه بيكون الوضع كده، ما في غنى على الجمهور، ولكن الضرورات أحكام. أتمنى أنه في المواسم القادمة ومن الموسم القادم أنه التتويج أي بطل يكون بحضور الجماهير. في شيء جديد أعجبك في التتويج تركي؟ تحس أنه في لمسة جديدة ولا تقليدي؟ يعني أنا أعجبني وضع الستيج جزء من المدرج، يعني شكلها واللاعبين طالعين أعتقد كانت جميلة. أعجبني أيضا أنه ما كان فيه إلا يعني وزير الرياضة ورئيس الاتحاد، وهذا أيضا شيء رائع، تعودنا على العدد الكبير لكن أيضا شيء جميل. أعجبني حاجة يمكن ما لها علاقة في التتويج، هي لمسة من فهد بن نافل. عادة رئيس النادي سواء كان الهلال أو غيره يزاحم كابتن الفريق على أنه هو يرفع الكاس. هذه المرة شفنا يعني كيف أنه هو يعني فضل أنه كابتني الفريق سواء كان شلهوب أو سلمان أنهم هم من يرفعون، لأن فعلا ترى يعني النجوم الحقيقيين هم اللاعبين، لكن احنا تعودنا في بطولاتنا أنه الرئيس يزاحم اللاعبين في كل مكان في العالم، اللعيبة هم اللي يرفعون الكاس. تصور بالتالي من بدأت البطولات كان حتى المدرب ما كان ياخذ ميدالية، هذا غلط، انه اللاعبين هم الأساس، هم لكن كان تعودنا وصار جزء من يعني ما تعودنا عليه انه رئيس النادي هو من يدخل وكأنه هو البطل. لذلك أعجبني انه فهد بن نافل ما لعب دور البطل وأعطى البطولة للأبطال الحقيقيين. طيب، الهلال أيضا دعا اليوم بعض أعضاء شرفه. الهلال فقط اليوم كان عنده 20 مقعد يحق له الدعوة فيها، ف يعني اللي ما جاءوا ترى فهد بن نافل ما عنده إلا 20 دعوة. اليوم شفنا الأمير عبد الرحمن سعد، الرجل البصمة في تاريخ، اللي ترك بصمات كبيرة في تاريخ الهلال، واحد من أجمل من قادوا الهلال في أشياء كثيرة. وشفنا الأمير نواف بن سعد الرئيس الذهبي المحبوب جدا في تاريخ الهلال، شفنا الأمير نواف بن محمد الخبير الهلالي الكبير، ورئيس فهد بن نافل. أسامة، خلينا نروح شوي ل تحضيرات إدارة الهلال. طبعا في تحضيرات التتويج
هذه الوزارة الرياضة والاتحاد. الهلال كان عنده أيضا تحذيراته الجيدة بالقمصان الجديدة، ببعض اللمسات على هذه القمصان، بالرقم 60 عدد بطولات، الرقم 16 عدد دوريات في مختلف مسمياتها. كان في لمسات جيدة، كيف رأيتها؟ فيها أفكار جديدة إبداعية؟ أنا النقطة الجميلة أيضا اللي عجبتني أنه اللاعبين تفاعلوا مع بعضهم، يعني ما فكروا أنه ما في جمهور خلاص، يعني ما نقدر نفرح ما نقدر ننبسط. أيضا هذه لحظة تاريخية الواحد يفرح فيها، يمكن يقدر لو خرج يروح مع أصدقائهم أو مع عائلهم يكملوا فرحتهم. هذه من اللحظات الجميلة اللي اللاعب ينتظرها، من اللحظات الجميلة اللي النادي ينتظرها يبدع فيها، سواء بالقمصان أو بالشعارات اللي يضعوها على القمصان. دائما هذه الأشياء إلى التاريخ يسجلها، أبدعوا فيها كما هم مبدعين دائما. شو كنت تسوي أنت أسامة في التتويجات مع كل الأندية اللي أنت لعبت لها؟ شو كنت تحرص عليه دائما؟ انك تبقى عندك ذكرى لحظات جميله، يعني لا ايش اللي كنت تحرص عليه يبقى معك؟ اللحظات الميداليه والتيشير طبعا، هذه من الاساسيات يعني، وصح يعني حضور ايضا الاطفال والابناء انا، يعني هذه لحظات ايش جميلة. لحظه التتويج اللي راسخه في ذهنك ولا نحن ننساه؟ ايش لحظة التتويج الراسخة في ذهنك؟ والله جميعة، ولكن ما اكيد ما انسى اول بطولة في حياتي حققتها كأس ولي العهد مع الهلال يعني. تركي ولا جميعها لها اجواء لها اجواءها الخاصة. تركي ايش اللي راسخ في ذهنك من تتويجاتك السابقة؟ اهم شيء في التتويج يعني صورة لك انت وانت تقبل الكأس. انا اعتقد ان عندي عدد من الصور وهذه اللي ما تنسى، لانها يعني تعطيك لمحة عن هالبطولة وعن لحظة هالانتصار الرائعة وكيف شعورك في ذاك الوقت. وبكل تأكيد بالنسبة لي كانت البطولة العربية اللي حققها الهلال لأول مرة، كانت بركلات ترجيح وساهمت في هذه البطولة، فكانت بالنسبة لي هي البطولة الأغلى. وبكل تأكيد لازم ميدالية وأيضا تيشيرت زي ما قال أسامة للمباراة ليبقى للتاريخ. إذا قلنا تركي لكل إنجاز رجاله هناك بطل دائما له النصيب الأكبر، من هو بطل هذا الإنجاز في الهلال؟ اختيارك. أكثر من بطل عشان نكون يعني يعني طبعا أكثر من بطل بنروح نعد كل الفريق، عطنا واحد بطل. لا 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 إذا خيرت. لا لا لا. بس أنا بقول لك يعني بالنسبة لي إذا خيرت من هو البطل يعني بعطيها لمدرب الفريق لسبب واحد ومهم، هو أنه هذا المدرب جلس في السعودية لمدة 5 أشهر وتابع اللاعبين بشكل يومي وكان حريص على أنه الفريق تكون لياقته في أحسن حالاتها. تقصد فترة كورونا؟ عرف أنه حسم الدوري فترة كورونا 5 شهور ما سافر جميع اللاعبين، معظم اللاعبين الأجانب، معظم مدربين، يعني ما بقى إلا العطوي لأنه سعودي فقط. أما هو فجلس في السعودية 5 شهور يتابع اللاعبين بشكل يومي، يستخدمون سكايب ويتابع بالكاميرا اللاعبين، وزع المدربين اللياقة على كل اللاعبين. فأعتقد أنه هو البطل الحقيقي والهلال كسبها استاهل باللياقة والاستعداد الجيد بالذات لمباراة النصر الأولى. أسامة بطل هذا الإنجاز الهلال، لا تقول لي أكثر من واحد نعدهم كلهم. أنا مؤمن تماما كرة القدم لعبة جماعية، كل عضو له دوره في المنظومة، وأي صدقني مؤمن تماما، حقولها قلتها سابقا وأقولها أيضا مستقبلا، أي عضو لو قصر سواء رئيس نادي أو مدرب أو لاعبين أو حتى الجهاز الطبي راح هذه المنظومة تصير فيها مشاكل والأمثلة كثيرة عندنا في طيب الهلال. استمتعت بالمباراة؟ منظومة متكاملة وكلهم أسامة؟ والله اليوم أول شيء صراحة مباراة التتويج كانت التتويج ولا شفت مباراة ثانية ولا كنت تتنقل زي أغلب الناس لا اليوم؟ لا كنا نتنقل في مباريات كان فيها إثارة أكثر، يعني زي مباراة التعاون مثلا والوحدة والأهلي والرايد ضمك، فكنا نتنقل أكثر لأن مباراة ضمك مباراة الهلال والاتحاد، أيضا مباراة الهلال كانت محسومة، يعني حتى ما أعتقد كان فيها الشد القوي بالنسبة للشباب أو للهلال. كنا بس ننتظر النهاية أننا نتابع التتويج. جميل، استمتعنا يعني، كان يوم جميل يعني متنقل. تركي كيف شفت التسعين دقيقة على العشب؟ يعني أنا تابعت فقط مباراة الهلال لأسباب كثيرة. أول شيء كل اللي حولي هلاليين وكانوا يرفضون نحن نغير لأي يعني مباراة أخرى، ويعتبرون هذه مباراة تاريخية، يبغون يستمتعون في كل
ثانية من ثواني المباراة. كانت مباراة رغم أنها تتويج رغم الثلاث نقاط ما لها أهمية لا للشباب ولا للهلال، أنها كانت مقبولة وكانت فيها جانب من الإثارة. ما كانت سريعة بسرعة الهلال في العادة، ولكنها كانت مثيرة إلى آخر دقائق، كان فيها كثير رجع الفار، كان فيها جوميز قاعد يسجل وتلغى الأهداف ويضيع أيضا كثير من الفرص، ولكن كان الشباب أيضا مقاوم للهلال، وكان ممكن أنه يعني على الأقل يطلع بتعادل في هذه المباراة. كانت مباراة مقبولة، ما أقول لك أنها رائعة ومثيرة، ولكنها كمباراة ما لها يعني قيمتها نقطيا مش كبيرة، مقبولة وجيدة. يعني على طريق جوميز التركي، شعرت بأنه اليوم عنده رغبة في رقم فردي الهداف مثلا؟ يا ليت والله، يا ليت انه كان عنده رقم فردي او يتمنى. لا اقول شعرت برغبته اليوم، كان عنده حرص ورغبه. انا ابدا، هذه النقطه، انا اتمنى ان عنده الانانيه وانه انا ابغى اصير الهداف، وكان باقي علي مع حمد الله، كان بامكانه الفرق هدفين لو انه هو قدر انه يعني على الاقل يتفوق على نفسه في اكثر من كره، كان ممكن انه طلع بسوبر هاتريك في المباراه وتعادل مع حمد الله، لكن حسيت انا انه يعني لعب بتراخي، ما كان بالسرعه المطلوبه في المباريات، حتى الهدف اللي تسجل الثاني ما كان يعني بالشكل الجيد، لكن يعني سجل هدفين واعتقد انها كافيه لحصوله على يعني وصيف الهدافين. جميل، شكرا اسامه هوساوي، شكرا تركي العواد، واذا حديثنا في هذا المساء حديث الرياضه في السعوديه في كل مكان، الهلال بطلا للدوري. صافره تنطرق في هذه الاكراب، الف مبروك، مليون مبروك للهلاليين، الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد موسم طويل وكبير جدا. أنا العناد، أنا الطموح، أنا الأمل، أنا الغريب، أنا المريب، أنا الجدال، أنا القوي، أنا الزعيم، أنا البطل، أنا الوقوف رغم الظروف، أنا الهلال. والمواد تصلنا من الملعب، طبعا التتويج تأخر والزملاء في الملعب لديهم بعض الصعوبات للبروتوكولات الصحية لتغطيتها المباراة، وتصلنا الآن لقاءات لاعبي الهلال ورئيس اتباع، سنعرضها أول ما تصل. نذهب الآن إلى إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم شعار الحملة لاستضافة كأس آسيا 2027، ذلك قبل انطلاقة مباراة التتويج بين الهلال والشباب في الجولة الأخيرة للدوري السعودي. يجمع الشعار المميز حملة الترشح بين ثلاثة عناصر هي الصقر الذهبي كرة القدم والأجنحة، في الصقر الذهبي هو الطائر الوطني، في حين ترمز كرة القدم إلى التزام البلاد الجاد باستضافة البطولة بأسلوب جديد، ويتكامل الشعار مع الأجنحة التي ترمز إلى تعزيز الشراكات، المضي قدما نحو والمضي قدما نحو تنظيم حدث ناجح من كافة النواحي. على الهاتف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. ياسر حياك الله، أول شيء مبارك لك ختام ناجح للموسم السعودي، طبعا باقي عندنا بطولة ملعبها مع الموسم الجاي، بس نقول ختام موسم صعب جدا عليكم في تنظيمه وإدارته اللي هو موسم كورونا إذا جاز التسمية، نهنئكم بهذا التتويج والختام الناجح رغم كل الصعوبات. أهلا بسام، شكرا لك والله يبارك فيك. طبعا احنا باقينا لا يزال بعض الجولات في دوري الأمير محمد بن سلمان الدرجة الأولى، ولكن اسمح لي أولا أن أبارك لفريق الهلال تحقيقهم بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين، وسواء كانوا جماهير ولاعبين وإدارة وأجهزة فنية ودارية. كان فعلا موسم طويل جدا، كان فيه صعوبات، لكن الحمد لله الدعم الكبير اللي صراحة وجدناه من كافة الأجهزة الحكومية وعلى رأسهم حقيقة وزارة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وكافة المساعدين في الوزارة، كانوا فعلا متعاونين لأبعد درجة وسهلوا لنا الكثير من الأمور، أيضا الوزارات الأخرى
الحكومية كنا نعمل كفريق عمل واحد في ظل ظروف صعبة وكلنا عارفين، ولكن الحمد لله نجحنا في إكمال الموسم، وإن شاء الله نتطلع أيضا لإكمال الجولات المتبقية من دوري الدرجة الأولى بحول الله. بحول الله. اليوم صار عندكم إعلان للحملة السعودية لاستضافة، حملة الاتحاد السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027. إحنا في 2020 بعد 7 سنوات، الحملة انطلقت قبل 7 سنوات، مو مبكر شوي ياسر؟ هو الله يسلمك، وقت تقديم الملف هو نهاية السنة الحالية حسب الاشتراطات الاتحاد الآسيوي، فإحنا الملف سيتم تقديمه في ديسمبر 2020 بعد 3 أشهر عليه. نعم صحيح، والتصويت عليه سيكون مبدئيا في منتصف 2021 من قبل الكونغرس، فهذا هو التوقيت المناسب لإطلاق الحملة. اليوم تنطلقون في مباراة تتويج، يعني أنتم تختارون مباراة تتويج وتطلقون الحملة، لا يمكن أنك أي حدث يكون في مباراة تتويج يطغى على مباراة تتويج. فالمتابعين وأنا واحد منهم، خليني عشان أتكلم بلساني مو بلسان الناس، أقول أنه كان اختيار المباراة أو ختام الدوري خطأ، لأنه يلغي أهمية الحملة بجانب حدث كبير وهو ختام الدوري. إيش رأيك؟ غلطان أنا؟ والله هي طبعا وجهات نظر، طبعا ما في شك احنا نعمل بتنسيق يعني مع وزارة الرياضة، وتعرف انت ايضا احنا ما اخترنا مباراة التتويج، احنا اخترنا الجولة الاخيرة. اليوم انت تعرف الوهج الاكبر حاليا ينصب كله على مسابقة الدوري يعني الابرز، فايضا انت لو تأخرت يمكن ايضا الناس يخف اهتمامها شوي في مسابقات كرة القدم، فهو يعني بناء على هذا الأمر تم اختيار هذا التوقيت، ولكن احنا انطلاق الحملة يعني مستمر حيكون حتى ان شاء الله. ما هي المظاهر المقبلة ياسر؟ طبعا اسمعني اسمعك. نعم. اي ما هي المظاهر المقبلة في الحملة، يعني اليوم اطلاق بعد كذا؟ طبعا في عمل كبير صراحة راح يتم، وفي جهود كبيرة، احنا نسعى ل إقناع الاتحادات الآسيوية التي ستصوت على الدولة التي تستضيف كأس آسيا. عندنا يعني حملات متنوعة رح نصل لكل الاتحادات الصديقة في آسيا، ونسعى لإبراز أو إقناعهم بأن الوقت حان فعلا أنه كأس آسيا تكون في السعودية. إحنا الحمد لله وصلنا 6 مرات إلى نهائي كأس آسيا، حقق منها 3 بطولات، نعتقد أنه يعني حان الوقت أنه الاتحادات الآسيوية تستمتع وتشوف السعودية، وخاصة مع التطور الكبير جدا اللي قاعدين نشهده وتواكبا مع رؤية 2030، فأعتقد أنه بإذن الله إن شاء الله حضورنا حتكون كبيرة، ونجد دعم كبير من حكومة مولاي خالد محمد الشريفين وسمو السيد ولي العهد، وإن شاء الله بإذن الله تتكلل الجهود بالنجاح، ويعلن منتصف السنة القادمة خبر استضافتنا بإذن الله لهذه البطولة الهامة بحول الله. جميل. عندنا عندكم فريق مشكل حيزور 46 دولة آسيوية؟ طبعا يعني هذه الأمور يمكن من يعني سابق الأوان أن نعلنها، ولكن بدون شك احنا متواصلين أصلا مع الاتحادات كلها. راح يكون طبعا يعني في أكيد فيه حيكون في زيارات، بس تعرف أنت الآن ظروف السفر في عدد من الدول لا تزال متوقفة. نعم. ولكن عندنا إن شاء الله وقت بإذن الله حتى تقريبا منتصف 2021. الفريق ياسر ما يحتاج، الفريق عنده طيارة خاصة بتلف بها على آسيا أكيد، صح ولا لا؟ ما في شك. لا عندكم طيارتكم صح؟ ما عندنا حاليا طيارة خاصة، لكن لا بغيناها إن شاء الله نلقاها، لكن الأهم هو أن احنا يعني نقنع أصحاب القرار وأصحاب الأصوات بأنه بالفعل السعودية هي الخيار الأنسب والأفضل لهم بحول الله. جميل. تم اليوم توظيف بعض نجوم كرة القدم السابقين في السعودية في الحملة أو سيتم؟ طبعا أكيد هم حيكونون عنصر رئيسي، احنا نتكلم عن من جيل 84 تقريبا حتى الأجيال الأخيرة اللي ساهمت في إنجازات المنتخبات السعودية. ما في شك انه احنا يعني تتكلم عن عندنا تقريبا 11 دولة تتكلم اللغة العربية من الاتحادات اللي حتصوت. نعم. ولكن أيضا يجب أن لا نغفل الاتحادات الأخرى اللي في شرق وجنوب وآسيا، لازم أيضا نوصل لهم بالطريقة المثلى اللي تناسبهم أيضا.
جميل، شكرا ياسر، اتمنى لكم التوفيق في هالحمله، ان شاء الله نشوف 2027 في السعوديه، وارجو لكم كامل التوفيق ان شاء الله. شكرا ياسر المسحر، رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم. أنا سعيد جدا، كان هذا هو هدف الهلال، سعيد جدا للجماهير وللرئيس والمدرب واللاعبين، ضحينا بالكثير خلال هذا العام وحققنا هدفنا الذي سعينا لأجله، وهو أمر جيد حين تنجح في تحقيق ذلك. بالتأكيد حصلنا على الدوري وكأس آسيا، ونهدف للحصول على كأس الملك أيضا. اليوم تتويج مختلف مد الله، يعني غياب الجمهور، هل كانت يعني فرحتكم ناقصة اليوم؟ والله ما في شك فرحتنا جدا جدا ناقصة، لكن يشهد الله أننا قاعدين نشتغل وقاعدين نتعب عشان نسعدهم، عشان عشان نسعدهم، وما في شك هذا شرف لنا. نذهب إلى الوقفة الأولى بعد أن نتابع في المرمى وفيه الفيحة ودع الاتحاد والتعاون تنفس ومقاتلو ضمك انتزعوا المقعد. 17 قرارا الأقوى في دوري محترفي 2020. أهلا بكم من جديد. إذا حسمت أيضا مواجهات الهبوط في هذا الموسم، وحسمت بعض الأرقام القياسية أيضا لصالح الهلال، وحسم لقب هداف الدوري كان من نصيب حمد الله لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله ب 29 هدفا، محتفظا باللقب للمرة الثانية على التوالي جوميز الذي طرده بكل شراسة هذا الموسم 27 هدف. أيضا الموسم ختم على وداع مؤلم للفيحة، الفيحة الذي ودع وضمك بكل احترام وكل شراسة، احتفظ بالمقعد. التعاون كان سيناريو الأسود يحاصره طوال 90 دقيقة، ولكنه نجا الاتحاد مبكرا منذ الدقائق الأولى في شوط مباراته مع التعاون، طمن قلوب متابعينه ومنهم حمزة إدريس محبه الذي سيلتحق بنا من جدة، وإلى جواره في الرياض عبد عطيف أيضا الذي يبدو أنه فرح ببقاء الاتحاد لأنه دافع يوما عن ألوان الاتحاد، وأكيد عبدو أنا عارفه وفي ما ينسى العشرة. ونروح لحمزة أول قبل ما نشوف التقرير، السيناريو الصعب اللي صار. حمزة مريح أنت من أول 10 دقائق اليوم، خلنا ننسى أنك محلل اليوم في العربية، نحكيك اتحادي. احنا دائما نقول محللين ما لهم دخل بنديتهم مستقلين، اليوم لا مغير شوي. بالعكس كذا تريحني بصراحة، أنا مريح من قبل المباراة. لكن يعني الحين تسوي علينا قوية حمزة، تقول لي تحت الهواء خايف. يا حمزة لك 9 شهور أنت تقول لي خايف، الحين سويت علينا قوي. لا بصراحة يعني من بعد مباراة النصر أنا يعني كنت مطمن أنه الاتحاد عدى المرحلة، لكن أنه سعيد لا مش سعيد أبدا، ولا حكون سعيد والاتحاد ينجو من الهبوط. يعني الاتحاد تعودنا نشوفه في المراكز الأولى، أنا يعني بصراحة الاتحاد لو يكون في المركز الثاني في الدوري أنا ما أكون سعيد. طيب. أنا عشت مع الاتحاد في 10 سنين 17 بطولة، فبالتالي مرتاحين أوكي، لكن سعداء لا. طيب عبدو مو مصدق قاعد يضحك. لا شوف، انا يمكن هو بحكم يمكن قرب الكابتن الكبير حمزه من الاتحاد، ويمكن ويعني يعرف بعض الاشياء الداخليه ممكن تعطيه ارتياح، لكن اعتقد انه ومع ذلك لابد ان الخوف كان ينتابه يجي ويروح لحظات يعني لو حتى كانت بسيطه. بالعكس يمكن الاتحاد يعود الموسم الثاني يعيش كابوس فعلا الاتحاد. كنت خايف يعني انت عبدو على الاتحاد اليوم ولا مطمئن؟ صحيح والله كنت خايف خاصه. لا والله شوف الخوف موجود لانه ما تضمن مباراة في جزئيات بسيطة قد تنقلب، يعني حالة طارد، عدم توفيق في او خطأ كبير يكلفك شيء كبير. طيب. فبالتالي وممكن ما تخدمك النتائج الاخرى، فبالتالي احتمال الخوف وانه الفريق كبير مثل الاتحاد نفقده ما يكون لو سنة واحدة او لعدة اشهر في الدوري السعودي. صحيح. خسارة لنا كمتابعين قبل محبين. يعني محتفظ انت يا عبدو بالتيشيرت حق الاتحاد اللي سجلت بهدف في اول مباراه لعبت فيها صح؟
آخر مباراة. آخر مباراة. محتفظ بها؟ الحمد لله. طيب بنشوفها في سنابات عيال عطيف ها؟ بمناسبة بقاء الاتحاد. إن شاء الله. طيب خلينا نروح للتقرير. مناسبة تحقيق بطولة أيضا. طيب خلينا نروح للتقرير اللي هو السيناريو الأسود اللي حاصر الفيحة والتعاون وضمك. ومرات مر على الاتحاد لكن كان كابوس مرعب للتعاونين والفيحويين وضمك تحديدا، لكن احترام كبير لمقاتل الجنوب الذين انتزعوا المقعدة بكل شراسة. ثلاث مباريات وأربعة فرق تتنافس على آخر بطاقة البقاء بحسابات مختلفة. التعاون استضاف الفيحاء وكل فريق يسعى لتحقيق فوز يضمن البقاء. المدرب يوسف الغدير الذي كان مدربا. محاولة أولى من الضيف هزت الشباك الخارجية وأخرى من أصحاب الأرض تصدى لها الحارس البرازيلي دوس أنجوس. في المحالة لاعبو ضمك يطالبون بركلة جزاء، وبعد مراجعة الفار الحكم يمنح جزائية لأصحاب الأرض وزلايا ينبري لها بنجاح في الدقيقة 9. وهنا جاء الدور على الاتحاد المولد يستلم الكرة على مشارف منطقة الجزاء، وهذا الأخير لا يضيع فرصة التقدم عند الدقيقة 12 من زمن المباراة، وبعد مرور نحو ربع ساعة التعاون في طريقه إلى الهبوط. مباراة القصيم ظلت فيها الشباك مستعصية على الفريقين رغم المحاولات من هنا وهناك. وقت مستقطع في بريدة أخبر فيه كل مدرب لاعبيه بتقدم ضمك على الفتح والاتحاد على العدالة، ما يجعل التعاون ثالث الهابطين. الفهد لا يكل ولا يمل، وهنا يتحصل على ركلة جزاء بعد معاينة تقنية حكم الفيديو، والإيفواري بوني يضاعف تقدم الاتحاد بعد مرور 28 دقيقة. وضعية حرجة للفريق القادم من المجمعة جعلته يرمي بكل ثقله قبل العودة لغرف تبديل الملابس دون أن يغير شيئا في النتيجة. نعود إلى مواجهة ضمك والفتح، هجمة لأصحاب الأرض أنهاها الجزائر الشنيحي بأفضل طريقة ممكنة مهديا فريقه الهدف الثاني عند الدقيقة 44. لحظات بعد الهدف الضمكوي قلص الفتح النتيجة في الوقت بدل الضائع عبر رأسية محمد ناجي. شوط أول من التنافس وضع مبدئي التعاون في خانة الهابطين باحتساب المواجهات المباشرة مع الفيحاء والفتح الخاسر من ضمك. في الشوط الثاني بوني يظهر من جديد ورأسيته تظل طريقها نحو الشباك، وفريق الفتح بعث المباراة من جديد أمام خصمه ضمك بعد حصوله على ركلة جزاء ترجمها التفريدي بنجاح عند الدقيقة 57. تغير في نتيجة مباراة ضمك والفتح دفعت التعاون للضغط أكثر لهذه شباك الفيحاء، فجاء أول تهديد لمرمى الضيوف عبر عبد المجيد الصهط بتسديدة قوية مرت جانبية. 20 دقيقة مرت من وقت الشوط الثاني، وهنا لاعبو ضمك يطالبون بركلة جزاء بعد اعتراض محمد ناجي للكرة. الحكم يعاين الفار مجددا ويعلن عن ثالث ركلة جزاء خلال المباراة والثانية لضمك وسط احتجاج لاعبي الفتح على القرار. زيلايا يظهر من جديد ويضع ضمك في المقدمة عند الدقيقة 71. في الوقت ذاته طرد لاعب الفيحاء البرازيلي نيتو ليعقد من مهمة فريقه في الحفاظ على التعادل ومعه أمل البقاء، وتراجعه للدفاع زاد من ضغط التعاون على مرماه. نيلدون يضيع أمام حيرة رئيسه محمد القاسم، ورأسية البديل السهلاوي يبعدها الحارس للركنية. لقاء ضمك والفتح يدخل المنعرج الحاسم، محمد ناجي يسقط داخل المنطقة والحكم لا يتوانى في منح ركلة جزاء للفتح، وميتشال تفريد يتقدم ويسجل الهدف الثالث للفتح عند الدقيقة 83. الوقت يمر ونتائج المنافسين تزيد الضغط على النادي القاسمي. الأعصاب مجدودة في ملعب المحالة، عرضية لضمك تصل للجوع، وعلى مرتين كرته تعانق الشباك قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق. التعاون انتظر حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والبديل السهلاوي بالخبرة والاختصاص في المكان المناسب يفك عقدة الشباك ويضمن معها استمرار فريقه في دور الأضواء ليغادر الفيحاء ويبقى التعاون والاتحاد وضمك.
هدف تعاوني. قاتل قاتل قاتل. إذا السيناريو كان مرعب لكل الفرق التي اليوم نافست على البقاء. عبدو في لحظة كنت حاسس اللي بيهبط غير الفيحة؟ لا والله، يمكن كنت في نقاش أنا وأحمد، يمكن لما جانا أنه الطرد للفيحة أعتقدت أنه التعاون ممكن يضرب الفيحة في لحظة قاتلة، وهذا اللي حصل. الغريب في التعاون، وهذه ملاحظة كبيرة، أنه بعد التوقف لم يسجل إلا 3 أهداف، فهذا الانحدار الكبير أنا أعتقد كان سبب كبير بعد غياب المهاجم الكبير. فأعتقد هنا بدأ التعاون في الانحدار والنتائج السلبية. لكن تتخيل في 7 مباريات تسجل فقط 3 أهداف، صحيح. وكان معدل جدا مخيف للتعاون. أنا أعتقد أنه الفيحة والتعاون أيضا من مشاكلهم أنهم في وقت من الأوقات في الدوري حسوا بالأمان قبل التوقف، حسوا أنه مراكزهم مطمئنة، وبالتالي اليوم وجدنا المعاناة اللي عانوها اليوم بشكل كبير يعني. جميل. حمزة، النتائج كانت أو كرة القدم كانت عادلة اليوم ببقاء التعاون وضمك والاتحاد؟ طبعا الاتحاد من بدري أنت مطمئن من أمس. مطمئن صراحة، بالتالي مطمئن لدرجة أني حتى تفرجت اليوم كنت أتابع مباراة التعاون والفيحة. طيب. يعني لأول مرة ما الاتحاد يلعب وما أتابع مباراة للاتحاد. بصراحة بالنسبة لضمك أكيد الكرة كانت عادلة، يعني ضمك والاتحاد بصراحة بذلوا مجهود. التعاون والفيحة أنا كنت متأكد أن واحد فيهم هو اللي حيهبط. كل في كرة القدم اللي يكسب شيء هو يستحقه. بصراحة الفيحة كان يقدر يتعامل مع المباراة في مجريات المباراة، خاصة بعد الطرد. كان قادر أنه مدرب الفيحة يجري تغييرات ويحافظ على وسط الملعب ويحاول أنه يقفل مناطقه، لكن شفناه ما أجرى أي تغيير، فكان قادر أنه يتعامل مع المباراة بشكل أفضل. نعم. التعاون ما كان خطير، لكن بصراحة خبرة السهلاوي في كرة واحدة وفي توقيت حاسم. أنا يمكن سعيد أنه السهلاوي سجل جون البقاء للتعاون، لأنه أنا من اللاعبين اللي أحبهم صراحة السهلاوي. الكرة كان كفة، يعني كفة 50-50. نعم. تفضل حمزة كمل. يعني الكفة 50-50 بين الفيحة والتعاون، أي واحد كان حيبقى فيهم كان حيستحق البقاء بالمقارنة بالطرف الآخر، لكن اللي قدموا جهد أقوى وجهد واضح في بعد العودة للدوري كان الفتح والضمك والاتحاد. جميل. أعتقد أنه كانت النتيجة عادلة بما أنه التعاون حصل عليها فهو يستحقها. جميل. عبدو خلينا نحكي شوي عن ضمك. أنا شخصيا يعني ما يجوز أنه المذيع يقول رأي، بس خلنا اليوم ختام نكسر القاعدة، أو المذيع مفروض أنه ما يقول آراء على الهواء، يسأل يسمع الآراء بس. بس أنا أسجل إعجاب كبير اليوم بالمقاتلين، مقاتلين ضمك. أنا أعتقد أنه ما قبل، لو رجعنا إلى ما قبل التوقف قبل الجائحة، جائحة نعم. كورونا نعم. ضمك كان بدأ في التحسن. المهاجم الكبير إيزاليا كان من أفضل اللاعبين. أنا أعتقد أنه أيضا الثبات والاستقرار في الفترة الأخيرة لضمك أعطت دور كبير. أيضا وجود الشنيحي على الطرف الأيسر كان يخدم أفكار بن زكري. أيضا أنا أعتقد في المباراتين الأخيرة ودخوله كان مؤثر بشكل كبير الكابتن سامي النجعي، أعطى إضافة كبيرة في وسط الملعب في ضمك. هذه الأشياء مع 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 الأشياء اللي بدأت تظهر والثقة الكبيرة مع مرور الفوز تلو الآخر، أنا أعتقد حتى إنه ضمك هزم منافسين مباشرين، هزم التعاون، هزم الاتحاد، وأيضا يعني فبالتالي يمكن ضيع هو نقطتين مهمة أمام أبها في آخر الدقائق، لكنه استطاع تعويضها في المباراة اللي بعدها أمام الاتفاق، كسب الاتفاق أيضا 2-0. فتحية إعجاب لفعلا مقاتلي الجنوب، أنا أعتقد أنه مستحقوا. لو جينا للفترة ما بعد كورونا يعتبر ضمك من أكثر الفرق تحقيقا للنقاط، فبالتالي هو يستحق، وشهادة إعجاب صراحة بشكل كبير على الأداء الفني فقط، مو بس على النتائج. نعم. حتى الأداء الفني كان ضمك فعلا فريق يعني برهن لك في أوقات كثيرة من المباريات بوجود أسلوب جميل وكرة أيضا ممتعة. أنا أعتقد أنه لا يستحق المركز اللي كان فيه عطفا على المباريات 7 الأخيرة. جميل. حمزة بإيجاز، كل ما تحقق هذا الموسم أخذ الأحقية. طبعا مو دائما في كرة القدم تجيك النتائج مستحقة، الحظ يلعب دور برضه، بس الليلة ختمنا بكل استحقاق للجميع الفائزين والباقين. في إيجاز.
بكل تأكيد بكل تأكيد بصراحة. يعني بالنسبة للهلال استحق البطولة بكل تأكيد، هو كان الأفضل طوال الموسم بالنسبة للفرق اللي هبطت اللي قصرت في عملها. الفرق اللي بقيت بصراحة بذلت مجهود، خاصة أنا أقول الفتح وضمك كانوا نجوم في القسم الثاني من الدوري، الوحدة في تحقيقه للمركز الرابع يستحقه بكل جدارة، فكل من حصل شيء يستحقه بكل جدارة، ونقول لهم ألف مبروك. وبصراحة كان موسم مميز وممتع لآخر لحظة لآخر دقيقة في خلال هذا الموسم. نعم، شكرا لكل اللي متعونا هالسنة في هالموسم الطويل الصعب على الجميع، منظمين وإداريين، إدارات أندية ولاعبين ومدربين وحتى جمهور حتى متابعين حتى احنا إعلاميين، كانت صعوبات كثيرة في العمل والتحرك في الميدان. حمزة إدريس شكرا جزيلا لك، عبد العطيف كل الشكر. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، أنا جدا سعيد هذا الموسم الاستثنائي، نفرح بكرة إن شاء الله، بعد بكرة نسافر نمثل الوطن وإن شاء الله نمثل خير تمثيل إن شاء الله لرفعة راية المملكة العربية السعودية دائما عاليا. مساعد فيما يخص كاس آسيا وأيضا كاس الملك إن شاء الله، هذا احنا اليوم نفرح، اليوم فرحتنا، ونكون إن شاء الله سعيدين، وإن شاء الله بكرة من بعد بكرة نبدأ العمل إن شاء الله لمزيد من الإنجازات اللي تليق بهالجمهور العزيز. سعد أنت ظهورك قليل فبنستغله، بنسألك عن بديل إدواردو في صفقة. اليوم ليلة الفرح، أكيد قاعدين نعمل إن شاء الله لشيء يليق بنادي الهلال. شكرا. هذا دليل على البيت المشهور اللي هو بقيادة رجال على قلب رجال، كل رجالات الهلال ما قصروا لهم دور كبير في هذا المشوار. شكرا لك. الزميل عبد الملك الجزولي اصطاد الأرجنتيني الظاهرة مارتينز في أول حديث له، ألقاكم. مساء الخير كابتن فيتي مارتينز، سعداء بأول استضافة إعلامية لك قبل انضمامك إلى فريق النصر.
خبرنا عن قصة انتقالك إلى نادي النصر، كيف تمت الصفقة؟ حسنا، من الشرف لي أن أتواجد هنا في هذا اللقاء. بداية أود أن أتوجه بالشكر إلى عبد الرحمن الحلافي بفضل تعامله الكريم في كل المفاوضات التي تمت، وكذلك أيضا خلال رحلتي إلى هنا كان دائما متواجدا معي. غدا سأسافر معه إلى قطر لألتحق بالفريق وأتمكن من اللعب في البطولة الأسيوية. أود أن أشكره أيضا بسبب معاملته الطيبة معي، ولأنه سبب بأنني أتواجد هنا في دبي كلاعب لنادي النصر. ماذا تعرف عن نادي النصر قبل توقيعك؟ لكي أكون صادقا، أعرف القليل عن نادي النصر لأننا لا نتابع كرة القدم التي تلعب في هذه المنطقة من العالم، ولكننا معتادون أكثر على مشاهدة كرة القدم الأوروبية. عندما ظهرت إمكانية المجيء إلى هنا بدأنا في البحث ودراسة نادي النصر، ووجدت بأنه نادي كبير جدا. أتمنى أن أستطيع خوض هذه التجربة بأفضل وجه، أتمتع بها وأتعرف أكثر على ثقافة المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء جدا بالتواجد هنا. هل تواصلت مع أصدقائك الأرجنتينيين قبل الانضمام لنادي النصر المتواجدين في السعودية أو الخليج؟ لم أسأل أحدا، رغم أنني أعرف بانيغا الذي سيلعب مع نادي الشباب وهو صديق لي، لكن هذا هو مجرد قرار شخصي لي ولعائلتي. مرة أخرى كما قلت من قبل، فأنا سعيد جدا بتواجدي هنا وأن أستطيع أن أعيش هذه التجربة كلاعب لكرة قدم، متمنيا أن أعطي أفضل ما عندي للفريق، وهذا هو أهم شيء لأن أكون على المستوى المطلوب وأقدم بطولة جيدة في قطر. ستشارك مع نادي النصر كصانع ألعاب يوم 15 في أول مباراة، هل تفضل اللعب خلف المهاجم أم على الأطراف؟ ليس عندي أي مشكلة في اللعب بأي مركز، إما خلف المهاجمين أو على الأطراف، وليس عندي أدنى مشكلة في هذا الأمر. أنا أتأقلم سريعا على أي مركز، وسأنتظر ما يطلبه مني المدير الفني لأقوم بتنفيذه داخل الميدان، لكنني محتاج بشكل ضروري أن أبدأ بالانضمام إلى الفريق وتدريباته لكي يتعرفوا علي وأبدأ بالتمرين معهم. بالفعل أتمنى أن أكون أفضل لاعب في النص، ولكني لا أتمرن لهذا السبب فقط، أتمرن لأن ألعب وأعطي أفضل ما عندي للفريق، وهذا هو أهم شيء. لذلك أتمنى أولا أن ألتحق بالفريق، أقدم نفسي لهم وألعب، وأنتظر بعد ذلك ما سيحدث، لكن فكرتي هي أن ألعب باستمرارية. بعد رحلة طويلة من أتلانتا إلى الخليج، هل أنت جاهز ذهنيا وبدنيا وفنيا للمشاركة في أول مباراة يوم 15؟ نعم، دائما أنا جاهز، رغم أن رحلتي كانت طويلة والتأقلم أيضا على فارق التوقيت بين البلدين. أتمنى غدا أو بعد الغد أن ألتحق سريعا بالفريق لكي أستطيع أن أبدأ بالتدريبات وأن أتجهز بدنيا بصورة أفضل. هل تواصلت مع مدرب النصر روي فيتوريا؟ لا، لم أتحدث مع فيتوريا، لم تتح لي الفرصة، لكن تحدث معه وكيل أعمالي، وأنا لم تتح لي فرصة الحديث معه، وأتمنى أن أراه قريبا. سوف نعرف ماذا يريده مني كمدير فني وكيف يتعامل مع الفريق، سيكون شيئا مهما جدا. طبعا أنا أتشوق للوصول والتعرف على زملائي والحديث معهم. ماذا تعرف عن الدوري السعودي؟ حسنا، من خلال قراءتي أدركت بأن الدوري السعودي قوي جدا وفي أعلى مستوى من المنافسة، وهو واحد من أقوى دوريات هذه المنطقة من العالم، لذا يجب أن أكون جاهزا ومستعدا لأعطي أفضل ما لدي على نفس المستوى، وأنا جاهز ذهنيا وعندي رغبة كبيرة جدا في اللعب. شكرا لك كابتن بيتي مارتينيز، وسعداء باستضافتك، ونتمنى لك كل التوفيق في تجربتك مع نادي النصر. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، أتمنى أن أقدم الأفضل في البطولة.